أنا عندي لعبة راح نقدمها. نحتاج قبعتين، اللي عنده قبعة يعطيها لي اثنين قبعتين. صحيت؟ زدني واحدة أولها. زدوني نظارتين. صحيت؟ نظارة هاي قبعة واحدة أخرى كبيرة. هذه صحيت. زدني نظارة واحدة أخرى. أشكر فيك. بارك الله. ها هاي ربي زدني نظاره واحده اخرى. الله يرحمه. زيدوني سجارتين. عفوا مانيش عند مناشدين، راني عايش مع المناشدين. زيدوني سجارتين. عايش مع المدخنين. المدخنين صحيت انا. صحيت انا في حيونا في شخص واحد. درجة ثانية عاد تجيني منها. شوف طريقة اللعب، على بالي باللي راكم تشوفوها شوي. أنا عندي قبعة، وعندي نظارة وسيجارة، وعندي مقعد. وش ندير أنا؟ يدير هو العكس. فاهمين؟ فاهمين؟ وش ندير؟ يدير العكس. سيجارة وجات. يعني ترك هذا العكس. دارك العكس وش ندير؟ ها عنده يعني كي يوقف هنا تبعد صحيح، وكي دير قرب هنا صحيح، وكي نحي النظارة صحيح. إذا في أول يوم فهمت اللعبة؟ مفهوم اللعبة؟ كلش عكس تعب. إذا في أول يوم جينا هنا تربص، عيط لي عمو أحمد وقال لي احنا نطلقوا في تربص في أول يوم. راه مليح لنا ديماري نركبنا في السيارة. أو مش مرض نستعرف بيك حيو على التدخين ممنوع. صح حيو على خلاص هبطني. إذا جلس نظارة ديماريت أنا وعمو أحمد، إحنا في الطريق أحمد يدير النظارة. عدا النظارة هو المخلوق عياط. إلا نشوف الطريق متوجهين إلا إلى بلدية المعازيد. وصلنا للمعازيد اللي حمدنا حبسوا القهوة ولهنا. كنت وأنا من القهوة مش دوكا، قال لي بعد عاد من القهوة. أنت ما تلاهميناش. حبيبك أشوف فايدة. ما يحبش تدخين، بصح على غاز ما يشوفش مليح في الطريق، كيعود يسوق.
كنت كي